ومعنا هاتفيا المشاهدين من مدينة الرباط مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة اللعاني. مرحبا بك دكتورة فاطمة. إذا في اليوم العالمي للمرأة، الأمم المتحدة أكدت أن أكثر من 3 ملايين امرأة عراقية بحاجة إلى مساعدة إنسانية. كيف ترين وضع المرأة في العراق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. الكثير من التقارير والإحصاءات التي خرجت تبين الأوضاع المأساوية التي وصلت إليها المرأة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. بعض التقارير أكدت أن العراق هو من أسوأ على الصعيد العربي من أسوأ البلدان لعيش النساء فيه. أوضاع المرأة في العراق الآن من أسوأ الأوضاع. المرأة العراقية في الوقت الحاضر أما تكون أرملة أو مطلقة أو مسؤولة عن إعالة عائلتها أو معتقلة بذريعة انتماء أحد أفراد عائلتها إلى منظمة إرهابية أو مشردة في مخيمات النزوح. الأنف أيضا تصاعد ضد المرأة بصورة كبيرة بمختلف أشكاله، أصبحت الآن حتى التجارة بالنساء، المرأة أصبحت سلعة تستخدم في فك النزاعات العشائرية. أيضا هناك قوانين من للمرأة حقوقها مثل قانون أحوال الشخصية يتم التصويت البرلماني عليه لإجراء تعديلات من أجل أن يشرع زواج القاصرات. المرأة تعاني من الفقر، التهميش، حتى المرأة التي تحصل على شهادة لا تجد فرصة عمل تضمن لها دخل مناسب يؤمن لها حياة كريمة. أوضاع النفسية أيضا المرأة في تدهور مستمر ما تسبب في تصاعد معدلات الانتحار حتى في مناطق لم تشهد حتى عمليات عسكرية. كرامة المرأة مهدورة مع الأسف الشديد، لا تتوفر لها حتى أبسط حقوقها الأساسية مثل العناية الصحية خاصة للنساء الحوامل وغيرها وغيرها من الحقوق المهدورة التي يمكن أن نشرحها. ما الأسباب دكتورة التي أوصلت المرأة في العراق إلى هذه الحالة التي وصفتها المنظمة الأممية بأنها من أكثر النساء بؤسا في العالم؟ هو الاحتلال الأمريكي للعراق الاحتلال الأمريكي للعراق هي من أهم الأسباب، وهي المسؤولة بصورة كاملة عما وصلت إليه أوضاع المرأة إلى هذه الحالة المأساوية. الحكومات العراقية لم توفر أي حماية حقيقية، لم تؤمن حتى القوانين التي تضمن الحماية للمرأة، بل على العكس من ذلك يتم تطبيق القوانين بعكس ذلك. لا يوجد أمان ممكن أن يضمن حياة كريمة للمرأة على القوانين التي الآن تريد الحكومة العراقية أن تشرعها، هي أيضا ضد حقوق المرأة وتساعد في ازدياد اقتصاد مثلا القوانين تشريع قانون الذي يزوج القاصرات، هذا هو تشريع الاقتصاد. ايضا الضمان الاجتماعي، اين الضمان الاجتماعي الذي وفر مرتب للنساء المطلقات او الارامل او حتى النساء اللواتي يحتاجن الى مساعده؟ لا يوجد ايضا هذا الضمان. لقد بل على العكس من ذلك تم حذف الكثير من العوائل من هذا الضمان الاجتماعي. التسرب من المدارس، اين هو تطبيق قانون التعليم الالزامي؟ الكثير من الاناث متسربات من المدارس ايضا بحجج كثيره. فرص العمل للنساء لا تتساوى مع الفرص، هذا في حاله وجدت عمل، مع فرص العمل للرجال. اذا الحكومة العراقية هي أولاً وأخيراً عما وصلت إليه أوضاع المرأة. أيضاً معدلات العنف الأسري قد ازدادت بحسب مفوضية حقوق الإنسان التي أكدت أن هناك أحزاباً سياسية تمنع صدور قانون العنف ضد المرأة بحجة أن هذا القانون يخالف الأعراف والتقاليد العشائرية. ما تعليقك على هذا الجانب دكتورة فاطمة؟
العنف الأسري من المعروف هو من أول الأخطار التي تهدد الأسرة بجميع أفرادها، والسبب في ذلك هو أن العنف الأسري يؤدي إلى اضطرابات في السلوك قد تؤدي إلى الانحراف وإلى الجريمة لا سمح الله. يعني بالتأكيد الأحزاب السياسية تمنع صدور مثل هذه القوانين لأنها مستفيدة مما وصلت إليه أوضاع المرأة في الوقت الحاضر. يعني هذه يعني نحن نعرف أن المسؤول بصورة كبيرة عن تربية الأجيال هو المرأة. إذا كانت المرأة تتمتع بحقوقها والدولة تضمن لها فرصها في العمل وفرصها في التعليم وفرصها في الحياة الكريمة وعدم وجود أي عنف يمارسه أي أحد ضد هذه المرأة، إذا سوف تربي هذه المرأة أجيال بصورة صحيحة. وهذا يعني أن هناك أجيال سوف تنشأ ضد هذه الحكومة تطالب بحقوقها، وهذا عكس ما ترغب فيه الأحزاب الحاكمة الآن في السلطة. بالإضافة إلى ذلك فإن عدم يعني استمرار العنف ضد المرأة سوف يساهم في تدمير المجتمع، وهذا هو مخطط هذه الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي. نعم، شكرا جزيلا لك من الرباط مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني.